يا أرض الصلاة.
وسهلا بكم في حفل التخرج لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. حضورنا الكريم، نقف الآن للنشيد السلطاني. الحضور الأعزاء، لنستمع وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والشان والقوة والسلطان، معلم الإنسان الذي جعله ينطق بالبيان، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. أما بعد، سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري المحترم أمين عام مجلس المناقصات راعي الحفل، سعادة الدكتور
سعيد بن حمد الرباعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية عمداء الكليات وفروع الجامعة المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الشيوخ والأعيان أولياء أمور الطلاب والطالبات الخريجون والخريجات ضياء المكان ورونقه الحضور الكرام مشاهدو قناة عمان مباشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الجامعة تفخر بتخريج طلبتها بشموخ يملأ المكان وينثر عبق الزهو والاعتزاز. مراتب المجد لا يرقى لها أبدا من همه الناس ما قالوا وما فعلوا، وأجمل الناس أعمى عن مساوئهم وقلبه الحر بالعلياء منشغل. وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيها الحفل الكريم، لقد أكرم الله الإنسان بنعم شتى وميزه بواحدة من أعظم النعم دون بقية المخلوقات، ميزة العقل والوعي الإنساني، إذ لعب العقل البشري دوراً في بناء الحضارة الإنسانية عبر أطوارها المختلفة. وفي عصرنا الحاضر تواصل الحكومة الرشيدة نهضتها في توفير كافة الخدمات التعليمية لمواطنيها، وهو ما نراه من إنجازات ومخرجات لمؤسساتنا التعليمية الحكومية منها والخاصة. أيها الخريجون والخريجات، نحن نشد بكم أزرنا لإعمار البلاد، فأنتم أعظم ثرواتنا، حضورنا البهيج. نبقى الآن مع كلمة عميد الجامعة الدكتور أحمد بن سعيد الشحري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري المحترم أمين عام مجلس المناقصات راعي الحفل، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيع المحترم رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أصحاب السعادة الأفاضل ممثلو المصالح العامة والخاصة، أولياء أمور الطلبة، الخريجون والخريجات، متابعو قناة عمان مباشر، أيها الحضور الأكارم، يسعدنا ويشرفنا أن نحتفي في هذه اليوم بكوكبة جديدة من خريجي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص للعام الأكاديمي 2022-2023، والبالغ عددهم 403 خريجاً وخريجة في تخصصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات. إنه لحفل بهيج أن نلتقي اليوم بعد جسر من الجهد والمثابرة في تحقيق النجاح والتميز المتوج باسم سلطنة عمان في عصر التسم بالسرعة والثراء المعلوماتي، باذلين كل طاقاتنا في تحقيق الاستدامة العلمية وفق رؤية عمان 2040 تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وراه. وإنا لنسعد بمشاركة أولياء أموركم هذا الحفل وهم يشعرون بالفخر والاعتزاز حيال أبنائهم الذين تسلحوا بقاعدة معرفية تتسف بالمتانة والتميز وفق منهجية دقيقة
اتسمت بالتخطيط أولاً والانضباط والتطبيق ثانياً، مشكلين شخصياتهم المتعلقة والمسقولة بالمهارات العلمية والتطبيقية خلال سنوات دراستهم بالجامعة. أيها الخريجون والخريجات، نبارك لكم في هذا اليوم البهيج حصاد ما بذلتموه من جهد واجتهاد ومثابرة خلال فترة دراستكم في الجامعة، إذ تخللت تلك الفترة الكثير من التحديات والصعوبات والتي صقلت مواهبكم وقادتكم إلى منصة التتويج، وكل ذلك بفضل الله تعالى ومن ثم دعم الجامعة المستمر ومساندة أولياء أموركم والذين نتقدم إليهم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان. أيها الحفل الكريم، لقد حرصت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناز على ضمان جودة التعليم والتعلم وصقل مهارات طلبتها في المجالات المختلفة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق الكثير من الإنجازات، سواء كان ذلك على مستوى سلطنة عمان أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ حققت الجامعة جائزة إنجاز عمان 2022 في نسختها 11 على مستوى مؤسسات التعليم العالي والعام، مما أهلها للفوز بجائزتين مرموقتين في مسابقة إنجاز عمان 2022. كما حققت الجامعة المركز الأول في مسابقة تحدي عمان لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022، مما كان لها الشرف بتمثيل سلطنة عمان في مسابقة تحدي العرب. وحققت الجامعة المركزين الثالث والرابع والثالث والخامس في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتمثيل سلطنة عمان على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة هواوي للتميز الأكاديمي لدورهم البارز في تفعيل الأكاديمية. كما حصلت الجامعة على المركز الأول في قوة الكلمة في تقنية المعلومات، والمركز الثاني في التحدث التقني، والمركز الثالث في العرض الورقي المصاحب لمهرجان التكنولوجيا 2022 الذي أقيم بفرع الجامعة بعبري. وحصلت كذلك على المركز الثاني في الملتقى الوطني الطلابي الرابع للثورة الصناعية الذي أقيم بفرع الجامعة بمسقط. كما حققت الجامعة المركز الأول والثاني والثالث في الملتقيات في الملتقى الطلابي والذي احتضنه فرع الجامعة بإبرة. وحصلت الجامعة على المركز الثالث في الملتقى الطلابي بكلية الشرق الأوسط، والمركز الأول لفئة الأفكار الهندسية المتكاملة، والمركز الأول لفئة المشاريع المتكاملة في الملتقى الطلابي الذي يقوم في جامعة البريمي. وحصلت الجامعة على المركز الثاني في مسابقة اليوم البحث الطلابي وجائزة أفضل ورقة بحثية لفئة الهندسة الكهربائية في مؤتمر التخرج 11 والذي يقيم في جامعة نزوة، والحصول على المركز الثاني في مسابقة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر الهندسة الميكانيكية والذي أقيم بفرع الجامعة بالمصنعة. وحصلت الجامعة على ثاني أفضل مشروع طلابي في مسابقة أبحاث طلاب البكالوريوس والذي أقيم في جامعة الظفار، والمركز الثاني في مسابقة يوم البحوث الطلابية والذي أقيم بفرع الجامعة بالمصنعة. كذلك حققت الجامعة المركز الأول في مسابقة المناظرات باللغة الإنجليزية والتي أقيمت في جامعة الصحار، والمركز الثاني في مسابقة سبارك لايت بجامعة الشرقية، والمركز الثاني لفريق سمول للمناظرات البطولة المفتوحة الثانية للمناظرات وجائزة أفضل متحدث على مستوى بطولة مناظرات عمان. كذلك اختيرت أحد طالبات الجامعة كسفيرة لسفارة المملكة المتحدة بمسقط في يوم المرأة العمانية، وفازت الجامعة بالمركز الأول لكرة القدم في البطولة الرياضية 21 لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والتي أقيمت في فرع الجامعة بعبري، والمركز الأول في بطولة خماسيات كرة القدم، والمركزين الأول والثاني في بطولة البولينج، والمركز الأول في بطولة تنس الطاولة في بطولة يوم الشباب العماني على مستوى محافظة شمال الباطنة. كما حققت الجامعة المركز الثاني في بطولة مؤسسات التعليم العالي للقوة البدنية، والمركز الثاني في دولة الاتحاد العماني لألعاب القوى لفئة الشباب في النسخة الأولى، والميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا الثانية لألعاب القوى للشباب والشابات. وحصلت الجامعة على المركز الثالث على المستوى العام في الرحلة الدولية السادسة إلى القارة الأوروبية على متن سفينة شباب عمان الثانية. كما حققت الجامعة 9 مراكز متقدمة ضمن مسابقات إبداعات ثقافية على مستوى أندية شمال الباطنة. كذلك حصلت الجامعة ممثلة بقسم الهندسة على الموافقة لإنشاء فرع طلابي للمنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء
والإلكترونيات IEEE. وقد كان لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناز دور بارز في تحقيق التعاون المتبادل مع أصحاب المصلحة عن طريق تكوين شراكات متنوعة بين زيارات متبادلة وشراك حقيقية، من خلال تمكين الكادر الأكاديمي والطلبة من الزيارات الميدانية لمختلف القطاعات من جهة، وإقامة محاضرات وورش تقنية ومبادرات متنوعة للقطاعات المختلفة من جهة أخرى. وقد ساعد ذلك في تمكين دور الجامعة لتحقيق الشراكة المجتمعية من خلال تقديم 6 ندوات وملتقيات علمية على المستوى الوطني والعالمي. وعلى المستوى الإعلامي، فقد كان لفرع الجامعة حضور إعلامي مميز متمثلاً ب82 منشوراً في الصحف، و23 لقاءً إذاعياً، و15 لقاءً وتقريراً تلفزيونياً. وتوجت تلك الجهود بإقامة الملتقى الإعلامي الأول الذي استقطب 30 إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال، حرصت الجامعة في التواجد بصورة مشرفة في الكثير من المسابقات والحصول على عدة جوائز، منها حصول شركة ديفونز على جائزة الاستثمار في الموارد الطبيعية، وشركة جرينرز على جائزة الابتكار في الموارد الزراعية، وشركة سمارت سوكت على جائزة الابتكار الهندسي. ومن منطلق رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية، اهتم فرع الجامعة بالبحث العلمي والابتكار، إذ يشهد فرع الجامعة بشناس ازدياد ملحوظ في أعداد البحوث الممولة والأوراق العلمية المنشورة، ليصل مجموعها خلال العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 104. وكما عهد عن فرع الجامعة بشناس التزامه الراسخ تجاه المجتمع، فقد تم تقديم 67 ورشة تدريبية وتعليمية من الأقسام والمراكز المختلفة بالجامعة. ولتحقيق الفائدة على مستوى مجتمع الجامعة وخارجها، فقد نظمنا الكثير من الورش التدريبية بهدف نشر ثقافة الجامعة العلمية والعملية حيال المستجدات في مجالات اللغة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الورش والمحاضرات إلى يومنا هذا إلى 6000 مستفيد. وكما حقق الفرع العديد من الزيارات المتبادلة مع القطاعات المختلفة، وتوج ذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات تعاون، حيث تم مؤخراً التوقيع على 3 اتفاقيات مع كل من المجلس الثقافي البريطاني، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وغرفة التجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة. وختاماً، نتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة المهندس بدر بن سالم المامري المحترم لتفضله برعاية حفلنا هذا، كما نتقدم بالعظيم الامتنان إلى سعادة الدكتور رئيس الجامعة المحترم الذي بتوجيهاته السديدة ودعمه اللامحدود أخذنا بأيدي طلبتنا إلى منصة التتويج هذه. والشكر موصول للكادر الأكاديمي والأكاديمي المساند وكل منتسبي الجامعة وأولياء الأمور على كل ما قدمتموه للجامعة وطلابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إننا نسير وفق نهج متطور في التعليم وعلى خطى ثابتة يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، إذ يقول جلالته: إن الاهتمام بالتعليم بمختلف مستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من بناء متطلبات المرحلة المقبلة. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي.
تروم العز، تروم العز ثم تنام ليلاً يغوص البحر من طلب اللآلي. إن المشاعر جياشة بالبهجة التي تتبدى على وجوه الخريجين والخريجات، لذا ندع لهم المجال للتعبير عن يومهم الفريد هذا. نبقى الآن مع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الخريج محمد بن عبد الله البلوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبنا شعور اللحظة وكتب لنا تمام الغاية ويسر لنا بحكمته طريق العلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى صحابته أتم التسليم. أما بعد، سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري المحترم أمين عام مجلس المناقصات راعي الحفل، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الحضور الكريم، إن الصوت الذي تصغون له الآن والأحرف التي ستشكل كلمات لا نهائية المعنى ليس صوتي وليست كلماتي، إنما هو صوت مئات الحناجر الماثلة أمامي وكلمات حملت ثقل أمانة إيصالها أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين والخريجات. حصدت ثمار الجهد فيه سواعد، هم في بلاد الخير خير بنائي، سلكوا طريق العلم أشرف مسلك سارت عليه قوافل العظماء، وعلى منصات التخرج أقسموا ليواصلن مسيرة الإنماء. عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق محبة ووفاء. أيها الحفل البهيج، نحن نرى ثقتنا اليوم ونستشعر ارتباكنا بالأمس، الأمس الذي يقاس بالسنين الماضيات ونقيسه عمراً خالداً فينا، الأمس الذي شهد دخولنا إلى الجامعة عطاش علم، عطاش مهارة وتجربة، واليوم نخرج منها مرتوين معرفة ومهارات تؤهلنا للمضي في سرية المنجزين. فقد روينا من مناهل أكاديميين ذوي خبرة وفق نظام قاده نخبة من الإداريين والأكاديميين نشهده اليوم، فتحية وسلام على كادرنا الإداري والأكاديمي في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. زملائي الخريجين والخريجات، قد لا أتذكر أسماءكم لكني سأتذكر هوياتكم وما شكلها من خير تأصل فيكم، لأني أعرفكم قصة قصة، أعرف عونكم الممتد لكل من جاوركم مقعدا وعبر معكم مسلكا. عائلاتنا أفراحنا الأولى شواهد على الليالي التي امتدت، فما حسبنا أن صبحا طالعا يرنو، لكنهم كانوا هناك وها هم الآن هنا.
أيها الخريجون والخريجات، نحن هنا اليوم لعقد عهد لا ينقض. إننا نعاهد أنفسنا وأرض عمان، بيتنا وحضارة مجان، أن نكون حقيقتنا الخالصة، وأن نرسم خارطتنا ونخطو في مساراتها، مسترشدين برؤية عمان 2040، خاطين اسم جامعتنا، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، على ألواح كالجباه الشامخة. أيها الخريجون والخريجات، مبارك لنا العهد الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقوط بأخلاق الهدى مبنية. أيها الحفل الكريم، إن عالم اليوم يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات وسياسة دراسة النمو الاقتصادي والتجاري والهندسة العصرية، وهذا ما تنتهجه الجامعة في سياستها ورؤاها المستقبلية، مما يتيح للطالب مساحة من البحث العلمي والتساؤل والإبداع والابتكار في مختلف التخصصات العلمية. إن الجامعة أفق واعد يتسع لنا جميعا. نبقى الآن مع العرض المرئي عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. الفضول والأسئلة. تيار متدفق بلا توقف يجسده العقل البشري. في لحظة أدركنا عمن نكون، نحن طاقات مشتعلة تعتنق البحث والاستكشاف. هنا نبدأ فصلاً جديداً من الإمكانات، نتعلم وننمو معاً. هنا في الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. مؤسسة تتيح لمنتسبيها الوحدة والتمكين والتطور واستدامة التعليم بطرق عصرية ومسارات واعدة. لتبحر بخيالك وترتقي لمراحل متقدمة في العلم والعمل. في أرجاء عمان تتوزع فروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تماشياً مع رؤية عمان 2040، لتلبي احتياجات سوق العمل بتنوع برامجها وتخصصاتها المطروحة. عصر جديد يملك من التقنيات والمعلومات حلولاً لا تحصى، بدأ فيه أولئك الشغوفون باكتشاف معالمه وخباياه. وبين اليوم والأمس نكتشف تفاصيلاً دقيقة وعناصر تمكننا من عيش حياة صحية بشكل أفضل، نكتسبها بالبحث والتجربة. ولنملأ الفراغ لابد لنا من هندسة تملي وجه الحقيقة. هنا نتعلم ما الذي يحرك العالم وينهض به في وجه الحضارة. أشكالنا تعبر عن حماسنا. هنا نكتسب تشكيل التعبير الثقافي من تراث وهوية المجتمع. الصناعات الإبداعية بتخصصاتها المميزة وسيلة تترجم وترفع من أصواتنا في كل الأنحاء. نواصل مضينا للأمام نحو تيار لا بد له من توجيه يبقيه في الصدارة ويفتح له من الفرص الكثير. كل جيل يتبعه جيل آخر، هرم يتصاعد رتمه لوجه السماء،
لنخرج جيلاً برؤية أعمق وأسمى. إن تخطيط المستقبل هو الحل. منذ البدايات فإن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تعمل على بناء جسور التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك على المستوى الدولي، فالحوار المشترك نقلة نحو المستقبل. نحن هنا كلنا متساوون، نملك كل تلك الأسئلة والفضول لنعبر عمن نكون. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، آفاق واسعة. بالإرادة الصلبة وسخاء الطبيعة، بالإدراك العميق والعلم والإيمان، بعرقتنا وأصالتنا نفتح بابا للعمل ونطرق شرارة الحياة. نسير بخطى واثقة نحو غد ممزوج بإنسانيتنا العظيمة. نزرع من الصخور حقولا شاسعة وألحانا للفن والحياة. من لهيب الصحراء الشاسعة برمالها الذهبية ورياحها العاصفة، صنعنا بأيدينا طاقة تتجدد. نسابق اللحظات لنلتقط لعمق حضارتنا مشهدا للمستقبل. ولأن العصر الرقمي يلامس زوايا عديدة من تفاصيلنا وحياتنا، اخترنا أن نرسمه كما نريد. آفاق رقمية، الملتقى الطلابي 20 من 8 حتى 10 من مايو 2023، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. Thank you.
ندعو الآن الدكتور أحمد بن سعيد الشحري عميد فرع الجامعة بشيناص لإلقاء بيان التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الخريجون والخريجات، أما الآن يسرني ونيابة عن الأفاضل أعضاء مجلس الجامعة المحترمين دعوة أبنائنا الخريجين والخريجات التكرم بالوقوف لأتلو عليهم بيان التخرج. استنادا إلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبعد إكمال جميع متطلبات التخرج بنجاح وبناء على توصية المجلس الأكاديمي وموافقة مجلس الجامعة، تقرر منحكم الدرجات العلمية بحسب مؤهلاتكم الأكاديمية مع ما يصاحب هذه الدرجات من حقوق وامتيازات. شكرا لكم وتفضلوا بالجلوس. نتمنى لكم حفلا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل البهيج، أيها الخريجون والخريجات من طلبة الجامعة، أنتم مع موعد لا ينسى، مع موعد تقطفون فيه رياحين التتويج عبقا بالعزة والحبور لتظل رائحته عطرا لا يجف. أنتم مع لحظة التتويج، هنيئاً لكم هذا الإنجاز. يسرون الآن أن ندعو سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات راعي الحفل لتسليم شهادات التخرج للخريجين والخريجات وتكريم أوائل الطلبة. أحمد بن سعيد الشحري عميد فرع الجامعة بشيناص، والدكتور أحمد بن عبد الله البلوشي مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بالفرع للمشاركة في تسليم شهادات التخرج. أوائل الخريجين: كلية الهندسة والتكنولوجيا، تخصص الهندسة المدنية، مستوى البكالوريوس التقني محمد بن عبد الله بن علي الناعبي. كلية علوم الحاسوب والمعلومات، قسم تقنية المعلومات، تخصص الشبكات، مستوى البكالوريوس التقني يعقوب بن يوسف بن سعيد العوفي. كلية الهندسة والتكنولوجيا، قسم الهندسة، تخصص الهندسة القوى الكهربائية، مستوى البكالوريوس التقني آلاء بنت محمد بن حسن البلوشية. شهد بنت خليفة بن علي الشيدية. عائشة بنت عبد اللطيف بن عبد الله الزجالية. أسماء بنت عبد الله بن مطر النجادية. كلية علوم الحاسوب والمعلومات، قسم تقنية المعلومات، تخصص الشبكات، مستوى البكالوريوس التقني آية بنت سيف بن سالم المقبالية. تخصص هندسة البرمجيات، مستوى البكالوريوس التقني رحمة بنت فهد بن محمد المعمرية.
كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، قسم الدراسات التجارية، تخصص المحاسبة، مستوى البكالوريوس التقني، مهره بنت مبارك بن علي الجابرية. الهندسة والتكنولوجيا. ندعو الآن الفاضل هود بن خليفة السعدي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في تسليم شهادات التخرج. كلية الهندسة والتكنولوجيا، قسم الهندسة، تخصص الهندسة الميكانيكية، مستوى البكالوريوس التقني، محمد بن حمد بن محمد الهنائي. جاسم بن محمد بن محمود العجمي. محمد بن حمد بن علي الجابري. عبد الله بن خميس بن سبيت الخالدي. أحمد بن محمد بن سالم السريحي. راشد بن عبد الله بن محمد العنبوري. سعيد بن عبد الله بن محمد الهنائي. أحمد بن سعيد بن مبارك الزعابي. محمد بن جمعة بن راشد المسعودي. فارس بن عبد الله بن محمد البلوشي. مصعب بن سالم بن عبيد الجابري. أحمد بن محمود بن عبيد العجمي. إبراهيم بن سالم بن خميس البلوشي. فيصل بن علي بن محمد البلوشي. عمران بن سعيد بن عبيد الشيدي. خالد بن حمدان بن محمد البادي. محمد بن خميس بن جمعة القاسمي. مصعب بن سالم بن محمد المكتومي. تخصص الهندسة الميكانيكية، مستوى الدبلوم المتقدم التقني، عاصم بن محمد بن حمد الزعابي. هلال بن سهيل بن خلفان المعمري. أنس بن سالم بن جميل الهنداسي. مشعل بن علي بن عبد الله لوشاحي. أحمد بن حمد بن سالم لوشاحي. أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الكندي. محمد بن قاسم بن علي السدراني. علي بن خلفان بن راشد العيسائي. يونس بن سليمان بن حمدان المعمري. محمد بن سعيد بن عبد الله الخالدي. لؤي بن عبد العليم بن عبد الرحمن آل الشيخ. تخصص الهندسة الميكانيكية، مستوى الدبلوم التقني، خالد بن عبد الله بن إبراهيم البلوشي. أحمد بن سعيد بن سالم المقبالي. سعيد بن حمدان بن سعيد الكندي. ماجد بن أحمد بن مهنا الروشدي. سلطان بن سيف بن سعيد السعيدي. محمد بن سيف بن محمد العيسائي. الزبير بن سعيد بن عبد الله المقبالي.
عبد الرحمن بن علي بن عبيد البادي، سعود بن راشد بن مسعود البادي، عمر بن سالم بن سعيد الريسي، الوليد بن راشد بن عبيد البوسعيدي، مهند بن راشد بن خميس الحسني، عامر بن سعيد بن عامر الخزيمي، محمد بن خصيب بن سويلم المعمري، علي بن خديم بن سعيد الطرشي، معاذ بن موسى بن عبد الله البلوشي، سالم بن عبد الله بن أحمد الكعبي، أيمن بن سعيد بن علي السعيدي، سلطان بن خلف بن خميس الفطيسي، عبد الرحيم بن ناصر بن سالمين الكيومي، اليقظان بن طالب بن علي الزعابي، أسامة بن هلال بن سعيد السعيدي، أحمد بن عادل بن سعيد المقبالي، حمدان بن علي بن حمدان الكعبي، علي بن خالد بن سالم السعيدي، علي بن قدور بن سعيد الشحي، راشد بن محمد بن سيف العيسائي، ميثم بن أحمد بن خميس الشيدي، حمزة بن أسد بن سالم الزيدي، هيثم بن محمد بن سالم القريني، عبد الله بن سالم بن عبيد القايدي، عبد الله بن هيثم بن عبد الله السيفي، محمد بن ماجد بن سيف العمراني، محمد بن خميس بن سعيد الشيدي، إبراهيم بن جمعة بن عبيد المطروشي، أحمد بن سالم بن عبد الله الشيدي، محمد بن سالم بن مبارك سيابي، محمد بن كرم بن محمد البلوشي، ماجد بن سعيد بن خلفان الحامدي، تخصص هندسة القوى الكهربائية مستوى البكالوريوس التقني، محمد بن عبد الله بن سعيد الريسي، يحيى بن محمد بن سليمان الحسني، حمود بن سعيد بن عبد الله المعمري، باسل بن سعيد بن جمعة آل عبد السلام، خالد بن سليمان بن حمدان البلوشي، مروان بن راشد بن عبد الله الخزيمي، منذر بن محفوظ بن محمد حمود الشحي، حمد بن سالم بن حميد السريحي، يعقوب بن يوسف بن سعيد الصالحي، صالح بن حمد بن صالح الشكيلي، يعقوب بن محمد بن علي المحردي، تخصص هندسة القوى الكهربائية مستوى الدبلوم المتقدم التقني، حمود بن سعيد بن علي المقبالي، محمد بن عبد الله بن محمد البلوشي، عمر بن راشد بن سالم الشبلي، علي بن خميس بن علي الحمداني،
تخصص هندسة القوى الكهربائية، مستوى الدبلوم التقني بدر بن سيف بن أحمد السلامي، محمد بن أحمد بن خليفة الشبلي، سيف الدين بن ماجد بن علي السعيدي، عبد الله بن سالم بن عبد الله الحسني، أيمن بن محمد بن خلفان الخزيمي، عمار بن مطر بن سالم السعيدي، مالك بن سليمان بن راشد المرشودي، عبد الله بن سالم بن علي المعمري، عمر بن سالم بن خميس الشيدي، سالم بن علي بن سالم الخالدي، زكريا بن علي بن سالم السعدي، علي بن محمد بن سعيد البادي، نزار بن إبراهيم بن حسين العجمي، مؤيد بن خليفة بن علي الكندي، يوسف بن عبد الله بن حميد الحسني، سند بن سعيد بن علي المعمري، أسامة بن حسن بن خلف الكعبي، عمر بن عبد الله بن سعيد المعمري، أسامة بن زيد بن علي العمراني، الحارث بن قيس بن عبد الله الفارسي، مروان بن حمد بن علي المزروعي، سيف بن حميد بن سليمان الجهوري، ماجد بن خلف بن راشد الفطيسي، فهد بن أحمد بن سالم المعمري. تخصص الهندسة المدنية، مستوى البكالوريوس التقني حمد بن سلطان بن علي العيسائي، عبد الله بن أحمد بن سالم المعمري، مازن بن سيف بن راشد السناني، سلطان بن محمد بن عبد الله الشحي. تخصص الهندسة المدنية، مستوى الدبلوم المتقدم التقني أحمد بن سعيد بن سليمان القري، محمد بن حسن بن أحمد الكمزاري. تخصص الهندسة المدنية، مستوى الدبلوم التقني سعيد بن سالم بن سعيد المقبالي، هاني بن علي بن سعيد الأشخري، سعود بن عبد الله بن محمد الغيبر، عبد المجيد بن حامد بن سعيد السعيدي، هشام بن محمد بن سالم البلوشي، راشد بن مطر بن راشد المعمري، عارف بن عيسى بن عبد الله المعمري، منذر بن راشد بن سيف السعيدي، نصر بن سيف بن عبيد الشيدي، حمد بن راشد بن خديم الريسي. تخصص هندسة القوى الكهربائية، مستوى البكالوريوس سارة بنت محمد بن قاسم البدواوية، حنين بنت محمد بن سالم المقبالية، منال بنت خميس بن سالم الشبلية،
فضيلة بنت محمد بن جمعة الغملاسية. إيمان بن جمعة بن خدوم الخالدية. أصيلة بنت ناصر بن سيف الشبلية. عذاري بنت عبد الله بن مراد البلوشية. لطيفة بنت سيف بن سعيد الكعبية. روان بنت سيف بن راشد السعيدية. أماني بنت سيف بن علي الزيدية. في بنت محمد بن إبراهيم العيسائية. سمية بنت فهد بن سالم المعمرية. سماح بنت مرهون بن سعيد المكتومية. أشواق بنت خميس بن سعيد السنانية. أمل بنت سعيد بن سالم الفليتية. أفراح بنت خميس بن سليمان العيسائية. شيخة بنت جمعة بن خديم الجابرية. تخصص هندسة القوى الكهربائية، مستوى الدبلوم المتقدم التقني، كليثم بنت مراد بن علي البلوشية. مريم بنت سعيد بن محمد العمرية. مآثر بنت محمد بن راشد الحمدانية. تخصص هندسة القوى الكهربائية، مستوى الدبلوم التقني، منار بنت مصبح بن صقر المعمرية. واعد بنت محمد بن عبد الله البلوشية. سلمى بنت محمد بن سعيد الخميسية. عائشة بنت موسى بن صالح البلوشية. شيخة بنت سالم بن علي الطورشية. تخصص الهندسة المدنية، مستوى البكالوريوس التقني، شروق بنت محمد بن علي الغيثية. مزنة بنت مراد بن شمل البلوشية. أمل بنت سعيد بن ظافر الأشخرية. شيماء بنت صقر بن محمد البدواوية. شيماء بنت درويش بن سليمان البلوشية. سامية بنت سالم بن ثاني الهدوانية. بلقيس بنت عبد الرحمن بن شهداد البلوشية. موزة بنت خميس بن عبد الله الشبلية. أمل بنت محمد بن راشد المقبالية. الهنوف بنت راشد بن سيف العيسائية. فاطمة بنت سلطان بن سهيل العمرانية. جوخة بنت خميس بن محمد الحوسنية. نوف بنت علي بن محمد النوفلية. عبير بنت سويلم بن سلطان المقبالية. نصرة بنت سعيد بن محمد المصلحية. تخصص الهندسة المدنية، مستوى الدبلوم المتقدم التقني،
آية بنت خلفان بن مصبح الجهورية، طيف بنت أحمد بن خميس الدرمكية، مها بنت عبد الله بن هلال السنانية، أفنان بنت أحمد بن سيف السعيدية، أمامة بنت راشد بن علي العمرانية، ريم بنت سلطان بن سيف الريسية، أمامة بنت إبراهيم بن طالب العجمية، نفيسة بنت محمد بن عبد الرحمن البرختية، بشرى بنت خلفان بن خميس الفزارية، أماني بنت علي بن سعيد الفزارية، تخصص الهندسة المدنية مستوى الدبلوم التقني ميثاق بن سالم بن سلطان الشبلية. نشكر الدكتور أحمد بن عبد الله البلوشي مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، والفاضل هود بن خليفة السعدي رئيس قسم الهندسة على المشاركة في تسليم شهادات التخرج. كلية علوم الحاسوب والمعلومات. ندعو الفاضل علي بن عبد الله العلوي مساعد العميد لشؤون الطلبة، والفاضلة أمينة بنت سالم الجابرية رئيسة قسم تقنية المعلومات للمشاركة في تسليم شهادات التخرج. كلية علوم الحاسوب والمعلومات قسم تقنية المعلومات تخصص الشبكات مستوى الدبلوم المتقدم التقني أحمد بن علي بن راشد الشبلي. تخصص الشبكات مستوى الدبلوم التقني محمد بن علي بن محمد البدواوي. موسى بن محمد بن حسن البلوشي. محمد بن سعيد بن سيف العلوي. مروان بن اسماعيل بن راشد الشعفاري. ابراهيم بن عبد الله بن ناصر العدوي. تخصص هندسة البرمجيات مستوى الدبلوم المتقدم التقني محمد بن علي بن راشد المقبالي. تخصص تطوير البرمجيات مستوى الدبلوم التقني عبيد بن راشد بن سالم الكعبي. تخصص الشبكات مستوى البكالوريوس التقني جواهر بنت خميس بن عبيد الشيدية. موزة بنت محمد بن مهنا المعمرية. أسماء بنت خميس بن سالم الشبلية. أماني بنت سلطان بن نبهان الريسية. شما بنت سعيد بن صالح الجابرية. تسنيم بنت محمد بن علي العجمية. آمنة بنت سالم بن عبد الله السعيدية. رحمة بنت علي بن عبد الله المقبالية.
حليمة بنت محمد بن سعيد المعمرية، هاجر بنت خليفة بن محمد السنانية، أسماء بنت علي بن خميس المقبالية، أنوار بنت خدوم بن مفتاح المعمرية، شريفة بنت إسماعيل بن سويد البلوشية. تخصص الشبكات، مستوى الدبلوم المتقدم التقني، خديجة بنت مصبح بن محمد السعيدية، ريم بنت سعيد بن خلفان المعمرية، ريما بنت عبد الله بن هاشم المقبالية، سليمة بنت علي بن خلف الكعبية، عهود بنت محمد بن خميس المكتومية، فاطمة بنت عبد الله بن علي المزروعية، خولة بنت سالم بن عامر البلوشية، نوف بنت محمد بن سليمان الشحية. تخصص شبكات، مستوى الدبلوم التقني، زينب بنت خليفة بن سيف السعيدية، بلقيس بنت أحمد بن راشد المعمرية، منال بنت علي بن حمد المقبالية، عصماء بنت عبد الله بن حميد البحرية، سارة بنت علي بن إبراهيم القايدية، أسماء بنت خميس بن راشد المقبالية، روان بنت حسن بن عبد الله البلوشية، نسيبة بنت إبراهيم بن عبد الرحيم النوفلية، مزوم بنت سالم بن علي البادية، رحاب بنت سالم بن حمد السعدية، رحيل بنت علي بن محمد العيسائية، الزهراء بنت محمد بن عبد الله المعمرية، مريم بنت سيف بن عبد الله الريسية، شهد بنت خلفان بن عبد الله الكندية، فاطمة بنت سالم بن محمد الروشدية، فاطمة بنت علي بن سعيد المعمرية، مريم بنت سعيد بن سالم العيسائية، ضيف بنت محمد بن سعيد الجابرية، منال بنت حمد بن محمد الزجالية، مشاعل بن طالب بن مبارك المحرزية، سارة بنت هلال بن خميس الكلبانية، سندس بنت محمد بن سالم البريكية، أسماء بنت عبد الله بن ضحي الشبلية، موزة بنت عامر بن راشد العلوية، عائشة بنت سالم بن خلف الجابرية، شهد بنت أحمد بن موسى البلوشية، شماء بنت سعيد بن حمد بن محمد الشامسية، زوينة بنت محمد بن راشد السعيدية، هالة بنت ناصر بن سالم المعمرية،
مثيلة بنت سالم بن حمد الحسنية. عائشة بنت سلطان بن سيف المعمرية. آيات بنت سعيد بن محمد البريكية. هاجر بنت سعيد بن خميس السويدية. ريم بنت سيف بن علي المقبالية. أنوار بنت علي بن جاسم البريكية. فاطمة بنت مبارك بن خميس القرطوبية. راحيل بنت خميس بن راشد البلوشية. شمة بنت سعيد بن شنين الكحالية. حمدة بنت علي بن سيف الوشاحية. هدى بنت سيف بن سالم المقبالية. غيدة بنت راشد بن علي السعيدية. مريم بنت محفوظ بن محمد الشبلية. ريم بنت سالم بن خميس الوهيبية. مروة بنت صالح بن سالم السعيدية. تخصص هندسة البرمجيات مستوى البكالوريوس التقني عائشة بنت سيف بن أحمد المقبالية. شيخة بنت حسن بن خميس الزعابية. كوثر بنت محمد بن علي العمرانية. رهف بنت محمد بن علي الخزيمية. أماني بنت أحمد بن درويش الشحية. عائشة بنت محمود بن أحمد المزروعية. تخصص هندسة البرمجيات مستوى الدبلوم المتقدم التقني مريم بن سالم بن علي السعيدية. أروى بنت يحيى بن خلفان المقبالية. نورة بنت خليفة بن سلطان الرباعية. نور الهدى بنت محمد بن عبد الله الشيزاوية. أماني بنت عبد الله بن جمعة المقبالية. مها بنت علي بن سعيد العيسائية. رؤى بنت هلال بن علي. تخصص تطوير البرمجيات مستوى الدبلوم التقني شيخة بنت سالم بن سعيد الكندية. لميا بنت محمد بن علي الشرقية. أماني بنت أحمد بن عبد الله البادية. نجلاء بنت سالم بن محمد الهنائية. علياء بنت سالم بن علي المعمرية. أسماء بنت ناصر بن أحمد المرزوقية. طيف بنت عبد الله بن سعيد الريسية. عليا بنت عبد العزيز بن محمد السعدية. رجاء بنت سعيد بن راشد السعيدية. آمنة بنت سالم بن مبارك البوسعيدية. ميسون بنت سعيد بن سالم العلوية. مريم بنت محمد بن إبراهيم البلوشية. آمنة بنت حجي بن سالم الكعبية.
أروى بنت سالم بن حميد البادية، جهينة بنت إبراهيم بن حسن الشيزاوية، ريان بنت مسعود بن راشد المعمرية، أسماء بنت سيف بن حمدان المقبالية، عائشة بنت سالم بن حمد المقبالية، عائشة بنت مبارك بن سعيد الزعابية، نشكر الفاضلة أمينة بنت سالم الجابرية رئيسة قسم تقنية المعلومات في تسليم شهادات التخرج. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. ندعو الآن الفاضلة خديجة بنت أحمد العيسائية رئيسة قسم الدراسات التجارية للمشاركة في تسليم شهادات التخرج. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال قسم الدراسات التجارية تخصص المحاسبة مستوى البكالوريوس التقني محمد بن عبد الله بن علي الهنائي. قتادة بن عبد الله بن هلال المقبالي. تخصص المحاسبة مستوى الدبلوم المتقدم التقني علي بن حسن بن خميس الشيدي. تخصص المحاسبة مستوى الدبلوم التقني يوسف بن محمد بن سالم المقبالي. فيصل بن سعيد بن برمان السعدي. قصي بن محمد بن عبد الله الشحي. محمد بن علي بن خميس العيسائي. عادل بن عبد الله بن حسن البرختي. شبيب بن راشد بن خلفان العمراني. حمد بن علي بن سالم المزروعي. سلمان بن عبد الله بن سعيد الزيدي. اليقظان بن عمر بن محمد المكتومي. عادل بن علي بن عبد الله الوهيبي. محمد بن سعيد بن سيف العجمي. بدر بن خليفة بن خميس الحوسني. يحيى بن محمود بن إبراهيم الربيعي. محمد بن ماجد بن عبد الله الظاهري. عماد بن سعيد بن سليمان المعمري. أحمد بن سعيد بن سالم الريسي. سيف بن خالد بن سيف الخالدي. الوليد بن خالد بن سالم السريحي. سليمان بن محمد بن سليمان الشبلي. يوسف بن سالم بن سعيد الأشخري. أحمد بن سلطان بن نبهان الريسي. عاصم بن خالد بن محمد المعمري. مصعب بن علي بن جمعة القرطوبي. حميد بن سعيد بن حميد البريكي. المجد في غابة العلا يتنامى، تلقى إلى النجم البعيد جهنها، تلقي عليه تحية وسلاما.
عبد الله بن درويش بن سيف الشحي، تخصص إدارة الموارد البشرية مستوى البكالوريوس التقني عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الشحي، عمر بن سعيد بن سالم الشبلي، تخصص إدارة الموارد البشرية مستوى الدبلوم التقني مروان بن علي بن عمير الهنائي، هلال بن سعيد بن إبراهيم الفطيسي، ماجد بن محمد بن علي المعمري، نايف بن خلفان بن سرور الخزيمي، عبد الملك بن مراد بن عبد الله البلوشي، عيسى بن أحمد بن علي لوشاحي، حسين بن عبد الرضا بن محمد الشيخ، محمد بن حسن بن مسعود الكعبي، أحمد بن مكتوم بن حسن العلوي، راشد بن محمد بن سالم البادي، ماجد بن عبد الله بن غريب المعولي، بشار بن عبد الله بن محمد الروشدي، تخصص المحاسبة مستوى البكالوريوس التقني آمنة بنت علي بن سعيد المقبالية، بثينة بنت كرم بن إسماعيل البلوشية، ميعاد بنت خالد بن سعيد السعيدية، فاطمة بنت حسن بن علي السدرانية، عبير بنت خالد بن عبد الله الشحية، أشجان بنت سيف بن محمد المكتومية، ريم بنت عبد الغفور بن عثمان الأنصارية، جواهر بنت علي بن سعيد الخوالدية، شيماء بنت راشد بن جمعة البوسعيدية، فاطمة بنت راشد بن عبد الله الذهلية، صفاء بنت علي بن سالم القرطوبية، نورة بنت محمد بن سالم الشبلية، تخصص المحاسبة مستوى الدبلوم المتقدم التقني ميساء بنت خميس بن سالم الكحالية، تخصص المحاسبة مستوى الدبلوم التقني أسماء بنت سعيد بن ظافر الأشخرية، مريم بنت عبيد بن شنين القرية، منار بنت سعيد بن راشد السعيدية، جمانة بنت عثمان بن خميس الكحالية، عائشة بنت مبارك بن سعيد المعمرية، آية بنت سليمان بن ذياب الشبلية، لمياء بنت راشد بن سالم البادية، مريم بنت سعيد بن حمد لوشاحية، الريم بنت يوسف بن مالك الشحية، ريم بنت سيف بن محمد النعيمية، تخصص إدارة الموارد البشرية
مستوى البكالوريوس التقني كالفن بنت محمد بن سعيد المقبالية. سوسن بنت خليفة بن سالم الزعابية. حليمة بنت إبراهيم بن حسين البلوشية. فايزة بنت حمدان بن خلفان السعيدية. أنوار بنت علي بن سعيد الكندية. أسماء بنت داود بن سليمان الغيثية. حليمة بنت راشد بن غريب المعمرية. آمنة بنت محمد بن سعيد العيسائية. حوراء بنت درويش بن سالم البلوشية. تخصص إدارة الموارد البشرية مستوى الدبلوم المتقدم التقني إيمان بن سيف بن سالم السعيدية. حنان بنت عبد الله بن أحمد السعدية. تخصص إدارة الموارد البشرية مستوى الدبلوم التقني وجود بنت عبد الله بن عامر الحسنية. ريم بنت أحمد بن راشد البادية. شيخة بنت علي بن منصور الشحية. ريان بنت حسن بن عبد الله البلوشية. زينب بنت يعقوب بن عبد الله البلوشية. ليلى بنت سالم بن سعيد الزيدية. فاطمة بنت خليفة بن علي السعيدية. هاجر بنت محمد بن صالح البلوشية. رقية بنت عبد الله بن أحمد السالمية. موزة بنت علي بن سالم الفارسية. خلود بنت محمد بن خالد الحبسية. روضة بنت عبد الله بن عيسى البلوشية. خولة بنت سليمان بن سالم السيابية. نشكر الفاضل علي بن عبد الله العلوي مساعد العميد لشؤون الطلبة والفاضلة خديجة بنت أحمد العيسائية رئيسة قسم الدراسات التجارية على المشاركة في تسليم شهادات التخرج. يتفضل الآن سعادة رئيس الجامعة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي المحترم لتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. سعادة المهندس راعي الحفل بمعية سعادة الدكتور رئيس الجامعة والمجلس الأكاديمي ورئيس المجلس الاستشاري الطلابي بأخذ صورة تذكارية.
يشرفنا أن نجدد العهد والحب والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، مؤكدين مواصلة مسيرة النهضة المتجددة، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ عمان وقائدها المفدى، وأن يكلأهما بعينه التي لا تنام، إنه القادر على ذلك. أطيب التحايا من المخرج الميداني عبد الله بن أحمد الحضرمي، محمود بن سليمان العبري، والفريق الإعلامي إسماعيل بن أحمد الريامي، سمير بن ياقوت المحروقي، ومذيعي الرب ميرة بنت عبد الله بن حمدان الريسية، مؤيد بن سعيد البلوشي، فيض النور بنت عاصم بن عبد النور الفارسية، شهد بنت راشد بن حمد الحسنية، ورئيس فريق مذيعي الرب مروان بن سعيد بن عامر اليحيائي، ومحدثكم عبد الله بن سيف بن خلفان المعمري. وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9 o'clock.
مدينة مسقط القابعة خلف الجبال والأسوار بمبانيها العتيقة وموقعها الفريد، شكلت على امتداد التاريخ مركزا حضاريا نشطا ومتفاعلا مع مراكز الحضارة في العالم القديم والحديث. هذا البعد التاريخي لمسقط القديمة والتطوير الذي حدث بها جعل منها موقعا استراتيجيا لإنشاء المتحف الوطني. الذي جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/2013، حيث أصبحت له الشخصية الاعتبارية بما يتوافق والتجارب والمعايير العالمية المتعارف عليها في تصنيف المتاحف العريقة. يختزل المتحف الوطني مفردات الحضارة العمانية المادية والمعنوية، ويبرز مكنونات التراث الثقافي لعمان منذ ظهور الأثر البشري في شبه الجزيرة العربية قبل مليوني عام وإلى العصر الحاضر الحديث. تتجلى رؤية المتحف الوطني في إيجاد نموذج متكامل للعمل المتحفي في السلطنة، بما يحقق النقلة النوعية المنشودة لهذا القطاع ويسهم في تحقيق الرؤية الموضوعة للمتاحف في سلطنة عمان. البداية الفعلية لمشروع المتحف الوطني تعود لعام 2004 للميلاد، عندما تم تعيين بيت استشارة لوضع الدراسات الأولية للمشروع. في العام 2010 حدثت الانطلاقة الفعلية من خلال العمل في تطوير قصة السرد المتحفي ومكوناتها الرئيسية والثانوية، البدء في مشروع الحفظ والصون، في تشكيل الإدارة العليا والوسيطة والكادر العماني، وأيضا في العام 2010 شهد ذلك العام بدء الأعمال الإنشائية في الموقع. تبع ذلك الشروع في أعمال التجهيزات الداخلية في العام 2013، وتم الانتهاء من مكونات هذا المشروع في العام 2015، وافتتح رسميا في ديسمبر من العام 2015 في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني 45 المجيد. كما حظي المتحف الوطني بأن يكون تحت الرعاية الفخرية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بموجب المرسوم السلطاني الصادر في سبتمبر من العام 2020. يجسد المتحف الوطني اللغة المعمارية التي تم تبنيها خلال عصر النهضة، ويختزل مفردات معمارية تعود بجذورها إلى العمارة التقليدية العمانية، يضاف إليها توظيف آخر التقنيات المطبقة في علوم المتاحف. هذا التقليد المعماري مستوحى من التراث الإسلامي بوجه عام ومن الخصائص المعمارية للعناصر المحلية، فالزخارف المنقوشة على الأسقف الخشبية استوحيت من عناصر معمارية تقليدية
مثل المساجد والقلاع والحصون. تتميز قاعة السلاح بتصميمها المعماري المستوحى من إحدى برجي قلعة الحزم في الرستاق، التي تعود إلى أيام الإمبراطورية العمانية الأولى مطلع القرن 18 إبان دولة اليعاربة، بما يتناسب والسياق الموضوعي لهذه القاعة. من العناصر المعمارية الأخرى في المتحف قاعة الحقب الزمنية، التي تستوحي تكوينها الدائري من قلعة نزوى المعروفة بقصبة الشهباء. فضاءات مفتوحة تربط بين قاعات المتحف بعضها ببعض، وما بين اللقى بعضها ببعض، بحيث تختلق فضاء فكريا متشابكا ومكملا لبعضه. قاعة الأرض والإنسان هي النواة المعمارية للمتحف الوطني. هذه القاعة تتوسط المتحف، بحيث يمكن التفاعل مع مقتنيات القاعة من خلال مشاهدتها عند الدخول إلى المتحف الوطني، والتفاعل معها عموديا من خلال الإطلالات الأربعة في الدور الأول. هذه القاعة تحتفي بأرض عمان والإنسان العماني. تم تخصيص هذا الفضاء لعرض المصنوعات الحرفية، ليس للدلالة عليها في ذاتها، وإنما لما تختزله من رموز تبرز الهوية العمانية وخصائص التنوع الثقافي الشاهد على البعد الحضاري العميق لعمان والممتد إلى حوالي 5000 عام. أيضا تحتفي هذه القاعة بخصائص أخرى مثل الضيافة والكرم والانتماء للجماعة والقيم الإسلامية والترابط الاجتماعي. تبرز قاعة الأرض والإنسان كيف أن جغرافية الأمكنة والموارد في عمان شكلت العديد من الثقافات على المستوى المحلي والوطني على حد سواء. المتحف الوطني يهدف إلى إبهار الزائر بالإرث الحضاري العماني العريق، ونشر المعرفة والوعي لكل فئات الزوار. خدمات الزوار في المتحف الوطني يعنى بعدة مهام. عندنا بيع التذاكر، الاستعلامات وتنسيق الزيارات إن كانت رسمية أو بشكل فردي. لدينا أيضا الإرشاد، مجموعة من المرشدين ننظمهم حسب الزيارات ليقدموا هذه الجولات الإرشادية بعدة لغات. لدينا الفرنسية، الإنجليزية والألمانية. أيضا نعنى بالاهتمام بآراء الزوار من حيث إن كانت شكوى أو مقترحات عن طريق أوراق الاستبيان أو عن طريق جولاتنا داخل المتحف نفسه للتواصل مع الزوار. لدينا في جميع القاعات بعض الموظفين الذين يتفاعلون بشكل يومي مع الزائر ويأخذون كل هذه الملاحظات، إن كانت ملاحظات عن تجربتهم ككل. يضم المتحف الوطني 15 قاعة للعرض المتحفي الثابت، ويعرض فيها حوالي 6000 من اللقى الأصلية المميزة، ويضم 33 منظومة عرض رقمية تفاعلية، على رأسها قاعة سينمائية بتقنية الـ UHD، أي تقنية التصوير فائق الدقة،
يضاف إلى ذلك الوسائل البصرية والسمعية. المتحف الوطني وصرح متكامل، فلا تقتصر تجربة الزائر على القاعات فقط، فهناك مركز التعليم المجهز تجهيزا متكاملا. يستهدف مركز التعليم مختلف فئات المجتمع وعلى رأسها طلبة المدارس والجامعات. قسم أصدقاء المتحف يعنى بتسجيل، قبول وتجديد عضويات أصدقاء المتحف، وأيضا تقديم خدمات متميزة وخاصة لهذه الفئة، أي للأعضاء، منها تقديم البرامج التعليمية والمتحفية الخاصة، وأيضا البرامج الإرشاد الخاص. أيضا لأصدقاء المتحف مرافق خاصة بهم، يقوم القسم بالعناية بهذه المرافق وإدارتها وتحسين أيضا جودة الخدمات المقدمة لهم. أيضا يهدف القسم إلى بناء علاقات مستدامة مع المساهمين والمانحين. يوجد أيضا تعاون أو تواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لاستضافة بعض الفعاليات التي ترغب هذه الجهات بإقامتها في المتحف، فيقوم القسم بالتواصل مع هذه الجهات وأيضا تنظيم الفعاليات. كرملوكا كو من عالي كلا مش مغان كشابا سيكا مغان كلا مرابسا كرما حشينا كلا دوشيا غابا مرابا كرما كان ورود من كلا غاوسو اسي و شومن مرابا البلاي كرابا كي اسي نتي في سياق العرض المتحفي توجد بعض اللقاء التي لها دلالات معنوية ومادية استثنائية، دلالات تاريخية أو جمالية. تقف هذه اللقاء كرمز شامخ للبعد الحضاري العماني العريق. هنا أقدم اللقاء من صنع الإنسان في عمان. مركز الحفظ والصون هو الأول من نوعه على مستوى السلطنة، وتعنى هذه المرافق بدراسة المقتنيات المتحفية وتوثيقها علميا ومنهجيا وتأهيلها بما يسهم في حفظها للأجيال القادمة. برنامج الحفظ والصون بدأ في المتحف الوطني عام 2010 بتحديد الأولويات التي أولويات القطع المراد ترميمها. تم تحديد المقتنيات موادها من أي مصنوعة، بعدها قمنا بمخاطبة مجموعة من المتخصصين في عمليات الحفظ والصون. عندنا مجموعة من المقتنيات ما زالت مخزنة في المخازن،
في كل سنة تقريبا عندنا برنامج للحفظ والصون. تبدأ عملية الترميم بتحديد القطعة، تصويرها، أخذ مقاساتها، بعدها نحدد المادة من وش مصنوعة، لتحديد المواد الكيميائية التي سوف نقوم باستخدامها في هذه القطعة. المتحف الوطني مؤسسة ثقافية متكاملة تعنى بالتعليم ونشر المعرفة والأبحاث العلمية والتاريخية، ويقدم تجربة تثقيفية ممتعة ومميزة لكافة الزوار على اختلاف الشرائح والأعمار. المتحف الوطني هو صرح ثقافي للجميع لكافة فئات المجتمع، ونفتخر أن نكون أول متحف في الشرق الأوسط يطبق منظومة رموز بريل للمكفوفين باللغة العربية. النصوص المتحفية هنا في المتحف فيها تشكيل كامل، إذا حولناها للغة بريل مع التشكيل بيكون جدا صعب القراءة، فقمنا بإزالة التشكيل من النصوص المتحفية وقصرنا هذه النصوص وغيرنا بعض الكلمات بحيث تكون أسهل للقراءة. ثم تعاوننا مع جمعية النور ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، تعاوننا معهم لعدة أشهر بحيث أن هم عندهم جهاز لتحويل النصوص العربية إلى بريل مباشرة، من ثم طباعتها، وبعدين جبنا بعض المكفوفين للتأكد من دقة النصوص وصحتها، ومن ثم قمنا بتثبيتها هنا في المتحف. عند إعداد قصة السرد المتحفي في عام 2010 تم طرح تساؤل: هل يجب أن يكون العرض المتحفي عرضاً في إطاره الزماني، أو أن يكون عرضاً متحفياً في إطاره الموضوعي؟ وفق ما هو معمول به من تجارب دولية سابقة، في نهاية المطاف تم اتخاذ القرار بأن يكون العرض المتحفي جامعاً ما بين الإطارين الزماني والموضوعي، باعتبار أن هذا التوجه في مكنونه الفلسفي واحد من أحدث التوجهات العلمية في المنظومة المتحفية دولية. هذا الإطار يتيح للزائر التفاعل مع مفردات المتحف الوطني بأبعاد وأشكال مختلفة عما هو معهود في المتاحف التقليدية، ويتيح فضاء رحبا للتأمل الوجداني والفكري. قاعات المتحف الوطني تم تصميمها وتوزيعها بناء على السياقين الزماني والموضوعي في آن واحد، فيجد الزائر أمامه عناوين رئيسية تختزل المفردات الحضارية لعمان، فتجسد مسميات القاعات ما سميت به: التاريخ البحري، السلاح، المنجز الحضاري، الأفلاج، ما قبل التاريخ والعصور القديمة، عظمة الإسلام، عمان والعالم، تراث الغير مادي، عصر النهضة.
السلطنة اعتزازها بوجود مجموعة من المواقع الثقافية والطبيعية العمانية لتمثل دليلاً واضحاً على مساهمة العمانيين عبر العصور المختلفة في بناء الحضارة. ويساهم المتحف الوطني كصرح ثقافي في إبراز الدور الكبير الذي قامت به سلطنة عمان في النهوض بالحياة الفكرية والفنية في العالم. ويبقى الإنسان العماني مفاخراً بتراثه وأمجاده، كما يفاخر بحاضره الزاهي ومستقبله المشرق من خلال تجربة متحفية فريدة من نوعها، مليئة بالمعرفة والإثارة من عبق الماضي والحاضر. بخطوات سهلة يمكنك قيد اسمك في السجل الانتخابي، سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.com. قم بتحديث بيانات التواصل، وذلك من خلال إدخال رقم هاتفك والبريد الإلكتروني الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة تسجيل ناخب جديد، وقم بتحديد المقر الانتخابي حسب عنوانك الحالي أو العنوان الدائم المدونين في البطاقة الشخصية. وفي حال تطابق العنوان الحالي مع العنوان الدائم، سيقوم النظام بقيد اسم مقدم الطلب في السجل الانتخابي لتلك الولاية. اضغط على زر الاستمرار ثم موافق لإتمام عملية التسجيل. سيتم استلام رسالة نصية على هاتفك باسم الولاية المقيد في سجلها الانتخابي. انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، مع تحيات وزارة الداخلية. ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية لتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. رؤية عمان 2040، تطلعات نحو مستقبل واعد، رؤية طموحة نحو مرحلة متجددة من البناء والإنجاز، قطاعات متنوعة تساهم في تحقيقها مؤسسات حكومية وبرامج وطنية، معا لنجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة.
بخطوات سهلة يمكنك قيد اسمك في السجل الانتخابي، سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.com. قم بتحديث بيانات التواصل، وذلك من خلال إدخال رقم هاتفك والبريد الإلكتروني الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة تسجيل ناخب جديد، وقم بتحديد المقر الانتخابي حسب عنوانك الحالي أو العنوان الدائم المدونين في البطاقة الشخصية. وفي حال تطابق العنوان الحالي مع العنوان الدائم، سيقوم النظام بقيد اسم مقدم الطلب في السجل الانتخابي لتلك الولاية. اضغط على زر الاستمرار ثم موافق لإتمام عملية التسجيل. سيتم استلام رسالة نصية على هاتفك باسم الولاية المقيد في سجلها الانتخابي. انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، مع تحياتي وزارة الداخلية. ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية لتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. رؤية عمان 2040، تطلعات نحو مستقبل واعد، رؤية طموحة نحو مرحلة متجددة من البناء والإنجاز، قطاعات متنوعة تساهم في تحقيقها مؤسسات حكومية وبرامج وطنية، معا لنجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة. Thank you.
إنها الساعة 5 صباحاً بتوقيت مدينة مسقط. محمد البرومي يتلقى إذناً بإغلاق المدرج بعد تنسيق مسبق مع برج المراقبة وقسم صيانة المدرج. لديه ساعة واحدة فقط ليتفحص موقف الطائرات ويتأكد من انتهاء قسم الصيانة من القيام بمهامه. يشاركه زميله زكريا مهمة الإغلاق، حيث يتحتم عليهما الانتباه جيدا للوقت. يفتح المدرج مرة أخرى في الساعة 6 صباحاً لتهبط الطائرات من جديد. اللي يحدث عندنا وقت إغلاق المدرج اللي هي صيانة المطاط اللي هو يتراكم في المدرج بسبب هبوط الطائرات أو هي التماس الإطارات الطائرات في المدرج، فيتكون هنا تراكم للمطاط. انزين، فمن ضمن الأشغال اللي هي سحب هذا المطاط من المدرج، وعندنا أيضا فحص الإنارة، إنارة المدرج. غير عن كذا أيضا عندنا اللي هي صبغ الخطوط، خطوط المدرج، لأن بعد كل فترة هذه الخطوط ممكن أنها تمتسح، فبين فترة وفترة يحتاج إلى إعادة صبغ هذه الخطوط. في منطقة بعيدة عن أعين المسافرين تعمل دعاء بشكل يومي في فرز الحقائب والتأكد من وصولها لأيدي المسافرين في وقت قصير. في قسم نظم مناولة الأمتعة نقوم أنا وزملائي بمتابعة أداء تسليم الحقائب في منطقة فرز الحقائب، بحيث أن نتأكد أن جميع الحقائب يجب أن تصل في مدة زمنية لا تزيد عن 15 دقيقة من أول حقيبة تنزل من الطائرة، ومدة زمنية لا تزيد عن 10 دقائق من آخر حقيبة تصل من الطائرة. بكوب من الشاي يبدأ يوسف الحكماني يومه، فعمله يبدأ في الساعة 6:30 صباحاً، فهو يعمل كمدير مناوب لمبنى المطار. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياكم الله، حياك الملك. ينضم لاجتماع مع زملائه، هناك الكثير لمناقشته حول المبنى. معكم هل فيها تطورات؟ الحمد لله في الساحه من بدايه الدوام كل الامور طيبه وما واجهنا اي مشاكل لحد الحين الحمد لله. الحياه اليوميه في مبنى المطار غير روتينيه ابدا. بيئه المطار جدا ممتعه وما فيها ابدا اي تكرار. في كثير من المواقف تصادفنا بشكل يومي، وهدفنا الاساسي كعمليات للمبنى هو توفير الراحة والأمان للمسافر. على ضرورة عدم ترك حقائبهم دون مراقبة، وسيتم السحب والتعامل مع أي حقيبة. هناك مجموعة من الحقائب في طريقها للوصول. تتلقى علي البلوشية هذه المعلومة لتتوجه إلى مكان عملها في قسم استلام الحقائب. تتفقد وصول جميع الأمتعة
وإن كان هناك ما يقلق أحد المسافرين حول حقيبته فتتواصل مع الأقسام الأخرى. طبيعة عملنا في منطقة استلام الأمتعة هي الإشراف بشكل عام على حركة المسافرين وعلى عملية تسليم الأمتعة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمسافرين للتعرف على الحزام المخصص لتلك الرحلة. علي يطلب من فريق الصيانة معاونته في صيانة المبنى. يتأكد علي أن الأبواب تعمل جيداً ويوجه تعليماته لفريقه المرافق دائماً له. نحن هنا في قسم الصيانة نتلقى بلاغات الصيانة من غرفة العمليات المطار. كل ما نتلقى عملية تصليح ولا شيء كذا نتواصل مع القسم المختص. أي أعمال يشمل القسم التابع معي فأنا أقوم بصيانته، وإذا كان يشمل أقسام ثانية أتواصل معهم. يبدو أن علي وفريقه يتلقى بلاغا آخر. عماد اللواتي يعمل كمهندس في قسم الهندسة والصيانة في المطار. يتفقد هيكل الطائرة إن كان يشكو من أي عطل. لا يبدو العطل جسيما، إلا أن عمله يتركز على الصيانة الدورية للطائرات لضمان سلامة الركاب والمسافرين على متنها. في الثلاثاء 20 مارس 2018 تم بدء التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي، ويقدم المطار خدمات ذات مستوى راق تشمل مرافق خدمية كثيرة مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر. ويتميز مطار مسقط الدولي بتصميمه المميز وبمعداته الحديثة والمتطورة وبلمسة الجمال الواضحة في جنباته، مما فيه خدمة للسياحة والسائحين وكل مستخدمي المطار ومرافقه العديدة. فالمطار يستقبل 40 رحلة في الساعة الواحدة، وله طاقة استيعابية تبلغ أكثر من 12 مليون مسافر سنوياً. ال17 من سبتمبر 2018، بقيت ساعات قليلة على التشغيل التجاري لمطار الدقم. محمد الدرعي يتفقد ساحة المطار جيداً. Information.
عليه اليوم أن يبقى في مجمع إدارة الحركة الجوية منتظراً هو وزملاؤه هبوط أول طائرة لأرضية المطار الجديد. برج المراقبة كان مسؤول عن حركة الطائرات القادمة من مطار مسقط إلى مطار الدقم، حيث كانت العملية جداً سهلة بحيث وفرنا معلومات الطقس المتواجدة في مطار الدقم للطيار القادم من مسقط إلى الدقم، وكنا نتتبع يعني طريق الطائرة من مسقط إلى الدقم، وكان الأمر جدا سهل. زكريا البوسعيدي من قسم العمليات يعمل كذلك في مطار الدقم، يتحدث عن الانتقال للمبنى الجديد. انتقلنا إلى المبنى الجديد، المبنى مكون بأحدث التقنيات في مجال الطيران. شو تبيها تينشن؟ ليفت بريس. إنه التمرين الصباحي لرجال إطفاء محطة مطار الدقم. سبرنج استنى فاير تو. نبيل منتصر حمد نوبي. نبيل ومنتصر وحمد عليهم الصعود لسيارة الإطفاء لتجهيز العدة والتأكد من وجودها في مكانها المخصص لها. حمد من أبناء محافظة الوسطى يجد متعة كبيرة في العمل في محطة إطفاء المطار. دوكم انفورميشن فاير تو بروسيد تو انتر ذا رانوي 204. كوبي ذات. أنا أطفائي من مطار الدقم، أنا وزملائي الأطفائيين كل صباح نشيك على سيارات الأطفاء ونفحص جميع المعدات اللي موجودة داخل سيارات الأطفاء، ومن بعدها سيارة مع سيارة، سيارة تروح تطلع برا على الستيشن وتشيك خارج الستيشن وترجع، من ترجع السيارة الثانية تطلع على أساس ما يكون فيها صدام ولا حركة زحمة برا على المطار. Response time. Station response time. Mount. توجيهات الضابط سعود اليومية لا يملها الإطفائيون الشباب، بل يضعونها في عين الاعتبار ويتذكرونها جيدا في حال حدوث أي طارئ. Response time اللي هي أساسا نوعين. Response time واحد اللي عندنا اللي هو طريقة اللبس، سرعة اللبس اللي موجودة في القسم فقط، ما نطلع خارج القسم، طريق إنه يلبس المعدات ماله أول بأسرع ما يمكن. الريسبونس الآخر اللي هو إحنا نعمله كتمرين لجميع السيارات تتحرك من القسم إلى منطقة معينة في المدرج. يملي عليهم واجباتهم ويشجعهم على تعلم المزيد ويذكرهم دائما أنهم عائلة واحدة متعاونة. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي منطقة ذات إمكانيات اقتصادية وصناعية كبيرة لما فيها من مشاريع، من أهمها ميناء الدقم، وهو ميناء استراتيجي مهم للملاحة الدولية،
ويأتي مطار الدقم ليخدم في المقام الأول الحركة التجارية، وقد يصبح جزءاً من صناعة السياحة في وقت لاحق. أحمد المعمري من أبناء ولاية صحار يعمل بجد كمرشد أرضي في مطار صحار. راشد، تقول الجيكب يعني ضغط وداس وبريك المعدل. طبعا المعدل اللي شفناها قبل قليل اللي هي تحمل غاز الأكسجين، هذه من المعدات اللي نحتاجها في الطائرة أحيانا عند طلبها من قبل مشرف تحميل أوزان الطائرة، في حالة أنه حملنا في الطائرة AVI اللي هو اختصار الحيوان أو الكائن الحي، في حالة أنه مشرف تحميل الطائرة بيحمل حيوان في داخل الطائرة، أول شيء نطلب تصريح من عند الكابتن يوقع على ورقة اسمها نوتوك، بعد التوقيع عليها مشرف تحميل الطائرة بإمكانه بدأ تحميل الحيوان نفسه في الطائرة، وبيكون يعني بالطريقة السليمة، ومن هذه الطريقة لازم يكون أكسجين في الهول نفسه أو الفراغ اللي بيحمل فيه الكائن الحي. راشد، كيف المعدة ممتازة والخط الأحمر. تجهيز المعدات دائما يتطلب العمل الجماعي. يبعد مطار صحار 10 كيلومترات من شمال غرب الولاية، ويلعب دوراً إضافياً في تحفيز النمو الاقتصادي للسلطنة، خصوصاً لقربه من المنطقة الصناعية وميناء صحار الصناعي. شهر يوليو، إنه وقت موسم الخريف في محافظة ظفار. حجم العمل يتضاعف ويتزايد مع هطول الأمطار الموسمية على المحافظة. مركز المراقبة الجوية في أتم الاستعداد لتقلبات الطقس المختلفة. كفاح الغساني يراقب الحركة الجوية مع زملائه في البرج. هذا البحر هنا وهذا اليابسة، طبعا هذا صلالة يعني مدينة صلالة، وهذا المدرج. الأدوية العمانية تختلف عن الحدود البرية للبلد نفسه. طبعا المراقبة الجوية في مطار صلالة تنقسم إلى قسمين، قسم البرج وقسم الاقتراب الراداري. الآن نحن في غرفة الاقتراب الراداري في مراقبة الجوية بمطار صلالة، ومهمة الاقتراب الراداري هو مسؤول عن كل الطائرات القادمة والمغادرة من مطار صلالة بهبوطها التدريجي من مستويات معينة في الأجواء العمانية إلى أن تصل إلى مطار صلالة. فصل الخريف يأتي بالكثير من السياح والزوار، إلا أن هذا يقتضي الاهتمام بهم كثيرا. سعيد الشحري عليه مراقبة حركة المسافرين القادمين، وخصوصا المغادرين لوجهات مختلفة. في منطقة المغادرون نعمل على مراقبة البوابات، وأن البوابات فتحت قبل المغادرة ب 45 دقيقة، فنتأكد أن كل بوابة والبوردينج باس مال أي مسافر موجود هنا، يعني إشراف نشرف على المسافرين، ونلاحظ في مسافر عنده أي استفسار عن البوابة عن كذا، فنحاول نكون متواجدين نساعدهم ونسهل حركتهم.
تم افتتاح مطار صلالة الحالي بتاريخ 11 من نوفمبر 2015 تزامناً مع العيد الوطني 45، وذلك لمواكبة نمو حركة التنقل الجوي من وإلى محافظة ظفار وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات وتعزيز الحركة السياحية مع دول العالم. ويشتمل المطار على مبنى للمسافرين بطاقة استيعابية كبيرة والتي تخدم حركة السفر في المحافظة على مدار العام. ويتميز أيضا بمبنى لخدمات الشحن معني بتقديم خدماته اللوجستية ليكون فيها مكملا لدور ميناء صلالة. لا سيما أنه مصمم وفق أعلى المعايير العالمية ومجهز بأحدث التقنيات وأرقى المرافق الحيوية التي من شأنها ضمان تحقيق راحة وسلامة ورضا المسافرين، وتسعى السلطنة من خلاله إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في منطقة الخليج العربي والعالم. وبما أن موقع السلطنة الجغرافي يعد موقعاً مهماً واستراتيجياً، فالمطارات في عمان ستجعل من السلطنة حلقة وصل بين الشرق والغرب لتشكل دورها الأساسي كوجهات استراتيجية رئيسية في المنطقة، فكل سواعده تجتمع لخدمة الوطن والنهوض به والتحليق به في سماء التنمية. نتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية للتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. رؤية عمان 2040، تطلعات نحو مستقبل واعد، رؤية طموحة نحو مرحلة متجددة من البناء والإنجاز، قطاعات متنوعة تساهم في تحقيقها مؤسسات حكومية وبرامج وطنية، معا لنجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة. Thank you.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. أهلا بكم. وفي أبرز العناوين، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يشمل برعايته السامية الافتتاح الرسمي لمتحف عمان عبر الزمان بولاية مناح. الميزانية العامة للدولة تسجل فائضا ماليا ب 145 مليون ريال عماني بنهاية شهر يناير الماضي. التوقيع على